في ملفنا الأول، في إطار المذكرة الثلاثية بشأن انضمامها مع فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو، أعلن وزير الخارجية السويدي أن بلاده أعادت إلى تركيا 3 مطلوبين، كما وأنها ستتخذ خطوات قانونية تتعلق بأعضاء تنظيمي جولن وحزب العمال الكردستاني أو تنظيمات أخرى. الخطوة السويدية تأتي بعد مطالبة تركيا للجانبين السويدي والفنلندي تلبية الشروط التي وضعتها للموافقة على انضمام البلدين للناتو، لا سيما وأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أوضح أن الحرب في أوكرانيا لا يبدو أنها ستنتهي بسهولة. إذن هل رضخت فنلندا والسويد إلى المطالب التركية؟ وهل تركيا التي تناور بين الغرب وروسيا ستوافق في هذه المرحلة على ضم البلدين إلى الناتو؟ نناقش بعد قليل. هذا الملف أرحب بالضيوف، ينضم إلي من إسطنبول دكتور مهند حافظ أوغلو الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بك. كما ينضم إلي من موسكو المحلل السياسي الأستاذ بسام البني، أهلا بك. ومن باريس المحلل السياسي الأستاذ بيير بيرتلو، أهلا بكم جميعا. ودعوني أن أبدأ معك أستاذ بيير. أستاذ بيير، يعني بعد هذه الخطوة السويدية، هل يمكن القول أن دول الناتو والغرب رضخ لمطالب بتركيا؟ رضخت إلى المطالب التركية، هذا لا شك فيه، لكن السؤال هو هل سترضخ هذه الدول بالكامل للمطالب الأولية لتركيا؟ هذا ليس مؤكد، ولكن جزئيا هي رضخت، وهذا انتصار لأردوغان الذي يمكن له أن يقول حصلت على شيء ما. هذا الأمر المهم، أنه لا يتم السخرية من أردوغان في الداخل التركي وأنه يسير بالاتجاه الصحيح. أضيف أنه لو كان هناك خيار لهذه الدول، فنعرف أن المبدأ هو أنه من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يجب على كل الدول أن توافق. وأضيف أيضا أن التطورات السياسية الأخيرة في السويد تؤيد وتدعم هذه المطالب التركية. نعرف أنه يوجد حزب يميني شعبوي أو يميني متشدد معاد للمهاجرين، هو الحزب الديمقراطي السويدي، يدعم الائتلاف الحاكم، وهذا الحزب هو حزب مهم، حصل على أكثر من 20% من الأصوات. وبالنسبة لهذا الحزب يجب ترحيل المهاجرين الذي يمكن أن يكون مصدر إزعاج. يوجد يعني يمكن القول استاذ بيير بانه الغرب مره اخرى ضحى في الورقه الكرديه، يعني مقابل المصالح المتعلقه به. نعم، يوجد بالتاكيد السؤال المساله الكرديه التي هي حاضره في سياسه اردوغان منذ عده اشهر، لاننا نعرف ان هدف اردوغان هو ان يرد على الانفجار الذي حصل قبل عده اشهر في اسطنبول، والذي من وجهه نظر اردوغان ارتكب من قبل متطرفين اكراد.
وهناك البعد الآخر وهو البعد الخارجي مع الهجوم المتوقع للسيطرة على مناطق شمال سوريا التي تتحكم فيها القوات الكردية. نعم دكتور مهند، يعني استمعت إلى طرح أستاذ بيير، نعلم بأنه جانب تركيا رحب بهذه الخطوة، ولكن يعني هل الرئيس التركي الذي يناور بين الغرب وبين الجانب الروسي سيقبل ضم البلدين إلى الناتو في هذه المرحلة؟ سعدي مساء أستاذ لورين وجميع المشاهدين والضيوف الكرام. طبعا تركيا هي جزء من حلف شمال الأطلسي، وبالتالي هي جزء من المنظومة الغربية. مهما كان هناك تقاربا تركيا روسيا، ومهما كانت الملفات المشتركة ما بين أنقرة وموسكو كبيرة ومتعددة ولها أبعاد ثانوية، ولكن في المحصلة تركيا تؤكد على أنها في الغرب ولا يمكن أن تكون إلا في الغرب. ولكن المسألة ليست مسألة تسجيل نقاط على السويد أو أن تركيا حصلت على ما تريده من السويد وفنلندا وبالتالي سجلت نقطة عليها وأن الرئيس أردوغان قد انتزع انتصارا منها. المسألة أكبر من ذلك بكثير. المسألة هي مسألة أمن دولي، وتركيا عندما تقول لكل الدول بأن الإرهاب تجب محاربته أيا كانت خلفيته أيا كان لباسه الذي يلبسه، ولا يمكن أن نقول أن هناك إرهابا جيدا وإرهابا غير جيد، إرهابا مقبولا مرضيا عليه وإرهابا مذموما ويجب محاربته. هذا ما تسعى إليه تركيا. رأينا كيف أن اليمين المتطرف يصعد بقوة في الدول الأوروبية، ولا أدل على ذلك مما جرى منذ أمس ومنذ يومين في باريس وأعمال الشغب. فرنسا كانت تغذي ذلك الإرهاب وها هي تكتوي بناره. هذا ما قاله المسؤولون الأتراك عندما تقول تركيا أنني الحامي الأخير والجدار الأخير الأمني من وصول أولئك الإرهابيين إلى أوروبا ومن خلفهم الدول الغربية كلها. هذا يعني أن تركيا محقة. يقول دكتور مهند بأنه يعني في نهاية المطاف ما حصل في باريس لربما يكون تابع للمخابرات التركية، وهي من قامت بتحريك هذا الأمر في فرنسا. لا يمكن لتركيا أن تقوم بمثل هذه التحركات، لأن هي أول وأكثر من يعاني من ذلك الإرهاب. هي تلوم فرنسا بأنها تغذي البيكيكي وتغذي أولئك الإرهابيين قصد في الشمال السوري، وبالتالي وتدعو بشكل عام ودائم ومستمر وتعلي أصواتها وتصرح في كل محفل عالمي بأنه يجب أن يكون هناك تكاتفا دوليا لمواجهة ذلك الإرهاب، يجب القضاء على منبع الإرهاب. هذا الحلم الذي يحلمون به أولئك الإرهابيون وليس الأكراد. هنا يجب التركيز على هذه النقطة، على الذي يحلم به أولئك الإرهابيون وليس الأكراد. أول من يكتوي بنارهم هم الكرد نفسهم، هم يريدون اقتطاع أجزاء من الدول الثلاثة. يعني في نهاية المطاف ستقبل تركيا بضم البلدين إلى الناتو إن وصلت تركيا إلى قناعة بأن ما تريده حقيقة من ضمانات واقعية. هذا الإجراء جيد ولكنه غير كافي، يبنى عليه ولكن تركيا بحاجة بالفعل إلى ضمانات حقيقية، لأن الأمر حساس وحساس جدا. وقبول الدخول السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي حلف الناتو، هذا يعني سوف يكون له ارتداد روسي، وبالتالي على تلك الدول أن تعطي ضمانات كافية لتركيا وطمأنة حقيقية للوصول إلى هذا رفع الفيتو التركي عنها. طيب أستاذ بسام، استمعت إلى طرح دكتور مهند. دكتور مهند لا يستبعد أنه في نهاية المطاف تقوم تركيا بهذا الشيء وبهذه الموافقة، كيف تنظر موسكو برأيك إلى بدء تلبية السويد للمطالب التركية؟ أسعد الله مسائك ومساء ضيوفك الكرام ومشاهديك. أولا تحية للأستاذ مهند، وأنا أعرفه إنسان واقعي، ولكن لفت نظري أنه قال أن العمليات الإرهابية في باريس، ولم يذكر أن هناك عنصر مهووس قام باطلاق النار على الكرد، فكانت ردة الفعل هذه أعمال الشغب التي يقوم بها الكرد هناك. يعني هذه النقطة مهمة للغاية. أما عن موضوع روسيا ونظرتها إلى الموضوع، روسيا تعي
حقيقة أن تركيا تحاول لي زراع السويد وفنلندا من أجل رفع الفيتو عن دخولهم إلى الناتو، ولكن السويد باعتقادي الشخصي لن توافق على كل المتطلبات التركية إلا بحال إذا نجح أردوغان في الانتخابات التركية القادمة. عندها ستستطيع تركيا بكل تأكيد لي زراع السويد وفنلندا، وعندها سترفع الفيتو. أما قبل الانتخابات أعتقد أن السويد ستماطل وستحاول أن تكسب الوقت. نعم، ولربما أيضا الرئيس أردوغان هو الذي يريد أيضا المباطة، ولكن أستاذ بسام، ما الذي تتوقعه موسكو من أنقرة في هذه المرحلة، خاصة وأنه تركيا تريد إجراء محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي السوري ضد الأكراد؟ يعني موسكو تعامل أنقرة على أنها شريك موثوق. حتى الآن تركيا تنفذ كل ما تم الالتزام به من اتفاقات تجارية سواء على صعيد الأسلحة أو غيرها، وبالتالي قد يكون هناك تعاون جوي بشمال سوريا، ولكن روسيا لن تسمح لتركيا يعني بتحويل أرض سوريا إلى ساحة للصراعية. تتفهم المخاوف التركية الأمنية وهي على استعداد لمناقشة هذا الموضوع رغم أنه مؤلم للغاية، وتقديم تنازلات لتركيا إن طلب الأمر، ولكن بعد أن تطبع تركيا علاقتها مع دمشق. هذا باعتقادي الشخصي ما تنظر إليه روسيا، تريد لدمشق هي من تنسق مع تركيا وهي من تقوم بتقديم التنازلات إن طلبت من قبل الأتراك وليس روسيا، لأن روسيا لا تعتبر نفسها وصية على دمشق وتعتبر أن سوريا دولة ذات سيادة وهي من تقرر تريد أن تقدم تنازلات أم لا. أما عن موضوع تفضلي نعم أكمل باقتضاب لو سمحت أستاذ بسام. يعني باقتضاب شديد أنا أعتقد أن روسيا وتركيا عودتانا دائما على إيجاد حلول وسط في أصعب الأزمات، وسيجدوا الآن أيضا حل وسط. نعم أستاذ بيير، في حال لم يقبل الرئيس التركي ضم البلدين واستمر في سياسة المماطلة، كيف يمكن لدول الناتو الضغط على تركيا، لا سيما وأن في هذه المرحلة أوروبا والغرب بحاجة كبيرة إلى تركيا؟ وسائل الضغط في هذه المرحلة هي محدودة في مواجهة أردوغان، لأننا نعرف لأنه لديه دور أساسي في الحرب الأوكرانية، لأنه بفضله كان بالإمكان التفاوض على توريد الحبوب الأوكرانية، فهذا عنصر أول. الأمر الثاني أننا نعرف أنه يمكن له أن يكون محطة لتجاوز روسيا للعقوبات المفروضة عليها، لذلك وبالضغط على أردوغان يمكن أن ندفعه باتجاه روسيا. لذلك في هذه المرحلة التهديدات ووسائل الضغط عليه محدودة. الوسيلة الأساسية هي الاقتصاد التركي الهش، ولكن أردوغان ليس ساذجا، هو اتصل مع عدد من الدول التي كان في قطيعة معها مثل إسرائيل والسعودية والإمارات، وهو يأمل أن تساعده على تقوية اقتصاده عبر الشركات الاقتصادية. أردوغان لا يمكن تهديده بالضغوط الاقتصادية بعيدة المنال، لكن إذا ما استمر هو سيستمر بلعب هذه اللعبة حتى الانتخابات الرئاسية ليظهر أنه الرجل التركي الوطني الذي لا يرضخ إلى ضغوط الاقتصاد حتى يحصل على مطالبه، وهو يريد أن يتم تلبية المطالب. نعم دكتور مهند، يعني ضم البلدين إلى الناتو إن تم يعني خطوة يمكن أن تؤدي إلى تفجر الأوضاع وإلى أخذ الحرب إلى مرحلة خطيرة جدا، خاصة وأن هذه الخطوة ستؤثر كثيرا أيضا على جانب الروسي. هل يمكن لتركيا أن تتحمل تبعات ذلك وهي التي تسعى
للحفاظ على أكبر قدر من الحياد في هذه الأزمة والتوسط أيضا فيها؟ هنا أكثر من اتجاه أو أكثر من نقطة يمكن الحديث فيها. النقطة الأولى، تركيا قامت بما يجب أن تقوم به بل وزيادة من خلال هذه السياسة المتوازنة، رغم صعوبتها وحرجها وضيقها وتركيبتها الحساسة والصعبة، إلا أنها قامت بنجاح بهذه السياسة المتوازنة ما بين الشرق والغرب. هذا أولا. ثانيا، هناك ميثاق لحلف الشمال الأطلسي، وبالتالي إذا ما كانت تركيا قد وصلت إلى مطالبها الأمنية وشروطها التي تضع على السويد وفنلندا من خلفها، هذا يعني لا يمكن لتركيا أن تبقى تناور إلى ما لا نهاية، وبالتالي سوف تعطي الموافقة لتلك الدولتين لدخول حلف الشمال الأطلسي. ولكن تركيا تدرك تماما واختبرت كثيرا كل من الشرق والغرب، وتعلم حق المعلمة والمعرفة بأن الاتفاقيات مع تلك الدول شيء وترجمتها واقعا شيء آخر. ولا أدل على ذلك من الاتفاق المشترك الثنائي مع تركيا ما بين كل من موسكو وواشنطن منذ عام 2019، بتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعظمتها، روسيا القيصرية بقوتها وسيطرتها على الملف السوري وأن لها اليد الطولة في الملف السوري، والتزامهما بإبعاد أولئك الإرهابيين المصنفين لدى أنقرة ولدى واشنطن كونها امتداد لحزب البي كي كي الإرهابي. وبالتالي لا يمكن أن يأتينا أحد ويقول بأن قسد غير مصنفة إرهابيا لأنها تابعة لقسد. وبالتالي منذ 2019 وكانوا قد تعهدوا أمام تركيا بإبعاد أولئك الإرهابيين 20 ميلا عمقا أي 30 كيلومترا. ثلاث سنوات ونيف، الترجمة صفر. وبالتالي التوقيع على الاتفاقيات شيء، تركيا تدرك تماما أن الأمر حساس جدا، وأننا قد دخلنا حقيقة في حقبة دولية حساسة وصعبة جدا، وأن التصعيد سوف يكون قادما، وما جرى في باريس ما هو إلا حلقة أولى سوف تتبعها حلقات. ربما كان الذي قام بإطلاق النار هو مهووس ربما إعلاميا يذكر هذا، ولكن الأمر أصعب وأبعد من ذلك، ليس في أوروبا وحدها بل في منطقة الشرق الأوسط، العالم كله يغلي، القادم أصعب وأسوأ مما يمكن أن يتوقع. وبالتالي العنصر الأمن الدولي يجب أن يكون على رأس الأولويات في التفاهمات ما بين العواصم الأوروبية والغربية عموما والشرقية، بما في ذلك موسكو من خلفها بكين بالاتفاق مع أنقرة. لماذا؟ لأننا إذا ما نظرنا إلى بؤر الإرهاب نراها محددة الأماكن والمواقع، وحتى لو كانت غربا أو كانت شرقا فلها ارتباط في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي يجب لزاما سياسيا عقليا واقعيا على دعم أولئك الدول لتركيا في محاربتها للإرهاب، وإلا النار سوف تأكل الكثيرين وسوف يكتوون. التي تركيا عندما تقول أني قد اكتويت بهذه الحرب وأنني أواجه الإرهاب وجها لوجه بأنواعه المتعددة، هم يناورون ويماطلون ويلعبون على الكلام ويقفزون فوق الحقائق، والواقع بدأ في بمرحلة صعبة وصعبة للغاية. وبالتالي سوف تدرك هذه الدول حقيقة أن الأيام القادمة صعبة، عداك عن أن الملف أو الحرب على أوكرانيا سوف يطول. هذا ما قالته تركيا على لسان مسؤوليها، أنه لا يبدو أن هناك أفقا لحل الملف الأوكراني أو إيقاف تلك الحرب. هذا يعني هناك ارتدادات. إذا ما كانت 2023 الحرب الروسية على أوكرانيا مستمرة، هذا يعني أوتوماتيكيا لاحقا سوف تكون السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي. هذا يعني دكتور مهند، ضربات حتى نووية محدودة. نعم نعم، ابقى معي لو سمحت أستاذ بسام. كنت قد بدأت بالحديث عن أنه ربما سيكون هناك توافق وحل وسط بين الجانبين التركي والروسي، ولكن هل يمكن أن تقدم روسيا تنازلات لتركيا في الملف السوري وتأمين حدودها وإبعاد الأكراد من أجل الضغط عليها فيما يتعلق بانضمام البلدين؟ كما ذكر دكتور مهند، يعني الجانب التركي يتحدث عن أن الحرب الأوكرانية يعني ستطول كثيرا لربما.
يعني روسيا ليست ضد أن تؤمن تركيا أمنها الاستراتيجي، ولذلك نجد أن روسيا تغض النظر عن العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا. روسيا تنتظر حتى تتصدى الولايات المتحدة الأمريكية لنصرة حلفائها، ويقع يعني الحابل بالنابل بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، لأن مصلحتها أن تكون العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية سيئة. كلما ساءت العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية كلما تحسنت مع روسيا. روسيا لا تضع بيضها في سلة واحدة لنكون واضحين، ولا تضع بيضها في سلة تركيا. تركيا نعم هي منفذ روسيا الجنوبي، ولكن هناك اليوم العمل على طريق عن طريق إيران، تم الاتفاق عليه مع إيران عن طريق بحر قزوين إلى آخره، طوله 2700 كيلومتر يوصل روسيا بالهند. هذا يعني أننا أمام يعني سياسة مزدوجة إن صح التعبير الروسية تجاه الأزمة التي تعيشها نتيجة الحصار الذي يحاول الغرب فرضه. تركيا تحاول استغلال هذا الحصار لمصلحتها، وحلال عليها، يعني كل الدول تحاول أن تستفيد من أي مشكلة تحدث. أما عن موضوع الحرب الأوكرانية الروسية، فأنا برأيي الشخصي الحرب الأوكرانية الروسية مستمرة حتى تحقق روسيا أهدافها لأسباب عديدة. أن يعني لا يمكن لروسيا التراجع أكثر مما تراجعت قبل البدء بهذه الحرب، بعد أن طلبت في نهاية عام 2021 في الضمانات الأمنية التي تحدثت مع الولايات المتحدة الأمريكية والناتو. هذه المواضيع كلها واضحة للعيان، والنقاط واضحة. يعني المشهد الدولي نعم معقد، ولكنه ممكن قراءته. أضف إلى ذلك أن الصين اليوم تتواجه مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت في ميزانيتها الدفاعية دعم تايوان. يعني هل هناك أكثر من هكذا استفزاز؟ إذن نحن أمام عالم متعدد الأقطاب سيجري قيام به، شاء من شاء وأبى من أبى. وبالتالي الملف السوري ليس إلا جزء بسيط جدا من المعادلة بين تركيا وروسيا، حسب حول سؤالك الذي طرحتي. يعني الملف السوري هو أصغر من أن يكون عنصر معطل للعلاقات الدولية اليوم في ظل هذا التقاسم العالمي للنفوذ، وهذا الصراع والتجاذبات التي تتم على الحلفاء أو على الذين يعني ليسوا حلفاء ولكن شركاء، أو على من يقفون في حالة صمت تجاه ما يحدث في أوكرانيا. كل الموضوع متعلق ببعضها. نعم بالفعل أستاذ بيير، هل يعني يتوقع الناتو أو الدول الغربية أن يقوم الرئيس التركي بضم البلدين قبل الانتخابات المقبلة؟ لأنه هذه الورقة كما ذكرت هامة جدا بالنسبة للرئيس المقبل على انتخابات داخلية، ويعني جميع التقارير تتحدث عن أنه لا يمكن أن يقوم بهذه العملية، عملية الضم، قبل موعد الانتخابات. بالتأكيد يبدو من غير الواقعي أن يوافق أردوغان على ضم فنلندا والسويد إلى حلف شمال أطلسي قبل الانتخابات، لأنها سينظر إلى هذه الخطوة في الرأي العام التركي على أنه تنازل إلى الدول الغربية، إلا إذا ما حصل في المقابل على أمور مميزة. في هكذا حالة يمكن لأردوغان، ولما لا حتى قبل الانتخابات في تركيا، أن يتنازل عن ذلك. علينا أن نذكر أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو هي رمزية، يوجد تعاون عسكري منذ زمن طويل بين السويد وبين حلف شمال الأطلسي، بمعنى أن الانضمام ليس جديدا. هو أكثر مثير من ناحية فنلندا، لأن فنلندا لديها حدود طويلة مع روسيا، ومنذ سنوات اعتمد هذا البلد على الحيادية. الآن من الناحية الاستراتيجية لا أعتقد أن هذا الانضمام سيغير الكثير، ليس لأن هذه الدول تنضم إلى الناتو، فستتغير موازين القوى لصالح أو ضد الحلف. نعرف أن المعركة في أوكرانيا مستمرة، والسؤال إلى متى سنستمر في دعم أوكرانيا. نعم أستاذ بيير، للأسف لم يتبقى لي الوقت، أريد تعقيب أخير من دكتور مهند يحدثنا عن انعكاسات هذا الملف على الانتخابات الداخلية
الخارجية التركية باقتضاب لو سمحت؟ طبعا ليست السويد وفنلندا وحدها، العالم كله ينتظر نتائج انتخابات التركية المفصلية التي لم تشهد لها مثيلا تركيا منذ قيام الجمهورية التركية الحديثة، وبالتالي الأنظار كلها نحو تركيا. تحاول السويد وفنلندا المناورة إلى ربما أن تتبين نتائج الانتخابات، ولكن في المحصلة لا يمكن أن نعتبر أن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي ما هو إلا انضمام رمزي. لو كان ذلك لما أتت السويد وبزيارات متعددة عديدة مع فنلندا واجتماعات متواصلة لتأخذ الموافقة على تركيا وتعطيها ثلاث متهمين أو مطلوبين. دكتور مهند للأسف سوف تستمر، وبالتالي لم يتبقى لي الوقت. دكتور مهند حفظ أغلو أكاديمي وباحث سياسي حدث في إسطنبول، شكرا جزيلا لك. من باريس الباحث في معهد دراسات الأمن في أوروبا الأستاذ بيير بيرتيلو، ومن موسكو المحلل السياسي الأستاذ بسام البني. أعزائي المشاهدين، دقائق ونناقش ملفنا الثاني، ابقوا معنا.